أهلا بكم كي تسمعوا هذا دنيا فن وكيف عايشة بنينا وتقرأ هذا وعايشة بنينا ما النجم رؤية نقول لك ميرسي ميرسي ميرسي. الموسيقى اللي تسمعوا فيها عندكم 3 سنين لا ريبريز دو ميتر دي ميتر غراند بانسي اسي ليدي جويني لا بلو بيل ريبريز عندي انا هي نتاع رؤية جسمي. مرحبا بك. عايشك ياسر ياسر. ريبريز اللي سمعتها نهار الاول تضربت فيها كلمت قلت لها بربي اسكو جو بو بروند سيت ميوزيك ونحطها في لي فيديو نتاعي. تبعني مشيت معاها سانسيرمون معناتها بالحق صافي 3 ans عمري ما صارت في حياتي نسمع موسيقى كل يوم ما نقلقش منها. 3 سنين نسمع فيها كل يوم في المونتاج في لي فيديو في لي ريستوران. ميرسي بوكو انكور اون فوا والله. عايشك. انت نحب نقدمك شويه للجمهور نتاعي. انت عندك جمهورك وانا توا الجمهور نتاعي نحب يعرفك شويه. انت نعرف لي من قروان اي ونعرف انت مغرومه بالغناء جوست غراب اي على خاطر عندك بليزيور اوتر بروجي تام فيهم اللي هما نقرا دغوا وعندي كوفي شوب وريسبونسابل على البروجي. عيني ما تضر ربي يوفقك. بارك الله عليك. Elle est hyper active donc elle a un projet un jardin d'enfants qu'elle gère coffee shop تقرا droit وتغني تبعني دنيا تفن وكيف عايشه بنينا وعايشه بنينا دنيا تفن وكيف عايشه بنينا وعايشه بنينا. رؤية المرة هذه أنت باش تبعني مش أنا باش نتبعك وباش نسافر بيك لبلاد جوست أكوتي اللي هي ليبيا. عمرك شي كليت ماكلة ليبية؟ لا جامي. باه من أعز الكسكس اللي كليتهم في حياتي هو الكسكسي الليبي. ومرتي ملي ذاقت الكسكسي الليبي صافي 7 سنين وهي تقول لي زيد الكسكسي الليبي أبن واحد. نعرف توانسة باش تغشوا ما ليبيا أبن الحقيقة. باه وعندهم حاجة أخرى اللي هي بالحق ما فهميش ليبي ما يطلبهاش منك اللي هي المبكبكه. راهو المبكبكه هاي هي اسمها عودة راه مبكبكه صحيح. المبكبكه هي مقرونه يعملوها يا بالدجاج يا باللحم. انا وصلت عملتها حتى بالفخوي دماغ. تبعني سهله على الاخر. تبعوني انتم زادة باش نعملوا مبكبكه ليبيه سهله في 25 دقيقه تكمل الروسيت الكل. تبعني تبعني روي وي حكايه كل راس مالها طنجره وهذه متسلفه من عند مرتي وذلتني عليها. باه باش نحطوا شويه زيت زيتونه تو تشوف اللي لا روسيت ياسر سهله بالحق. نحطوا شويه زيت زيتون حكايه الفون نتاعنا الكل يبدا بالزيت. نجموا انتوما تزيدوا تنجموا انتوما تزيدوا شويه سمن يبنن زبده وزيت تبن كيف عملنا باش نخدمها ديريكتومون زيت زيتون. اوكي واضح. لانغريديون برينسيبال هو الحم زاده. الوغ الحم ينجم يكون لحم علوش والا لحم بقري. لحم بقري دجاج كل شيء كل شيء. المهم ماذا بيكم معناتها لاستوس اللي نعطيكم ماذا بيكم في البكبكه الحم يكون بالعظم على خاطر برشا عباد ما يعرفوش اللي هو العظم مش حم هما اللي يعطيو البنه تاع الحم. برشا عباد يغلطوا ينحي العظم وينحي الشحم ويلوج على البنه تاع الحم ما يلقاهاش. معلومه جديده هذي تسمع. باهي دونك باش ناخذوا طروف الحم تاعنا باش نحطوهم هنا. دونك انا خلطت شويه كوتليتات شويه الحم قلت لك نحطوا اي انواع الحم المهم يبدا فيه شويه عظم. هلا باه تو سامبلومون مع هذا باش نحطو كعبتين بصل عاملهم غابي. اوكي حتى توا ساهل على الاخر باش نزيدو شويه ثوم مرحي باه ورقتين رند باش نفوحوا من توا شويه كركم
شوية هذيك تسمى شوية هذي تعرفوا شنو؟ هذا فلفل أحمر صحيح ماهيش صعيبة برشا نعم وهذي شنو؟ كمون نعم تيبك تيبك وشوية تيبك تعطيني كلمة غير فلوح حاولوا نحركوا باش الفاح يتخلط مع اللحم باش نزيدوا ملح وفلفل صباحا تتوى تشوي وي كهو هذه تو باش نحطوها تتقلى تتقلى شويه ونرجعوا لها اوكي روي قليت بصل ثوم اللحم شويه فيح وشويه رند توا باش نزيد اول حاجه شويه فلفل حار مقصوص المبك بكراهي تجي حاره دونك ما تستعملش فلفل حلو الناس تقنيس مالوغوزمون ما ناكلش الحار لا لا باش تاكل هذا ماهيش والله ما تاكل منه مش حار حار راه جوست الفلفل هكا ما زدتش لا هريسه لا واحد اوكي باه وتوا باش نزيدو شويه طماطم معجونه معناتها حكر متاع مغرفتين كبار متاع ماك ثلاثه مغرفين طيب عينك ميزانك انا عيني ميزان لازم تجي المبكبكه المبكبكه تجي فريمون حمراء كي مقرونه مشخشخه فيها بالحم يتفنوا كيف عايشه بنينا هو عايشه بنينا كيف كيف هنا قصيت شويه طماطم نتاعنا فريشكه هذيك لازم نزيدوها زاده هذوما كعبتين طماطم اوكي اوكي توا باش نعاودوا نحطوها تتقلى باش نزيدوها الماء وفريسك روسيت حضرت هاي فيت في فيت في اوبا به رؤية حطينا الماء دونك قلينا كل شيء اللي هما نعاودوا بصل وثوم واللحم والفحات طماطم معجونة وطماطم فريشكة وجرين فلفل قليناهم مليح من بعد صبينا عليهم الماء خليه الصوص طيب يحب لنا ما حكيت 15 مينوت ومن بعد نرجع اونتخ تون نحب نذكر اللي راهو رؤية مش تبعني كهو ذكرني شنو هما الكليب اللي عملتهم زين الزين باه استنى باش نعدي توا ان بتيت اكستري دو زين الزين اها وفما اغنيه فما اغنيه هو سي ماشاب انت غنيت الاغنيه الكل هذيك اللي على البحر بيست اوف راب تونيزيا بيست اوف راب تونيزيا تفرجوا معايا حومه وردينا اللي فما سخفنا وما عشنا دوني
اللي حاب يتفرج في الكليب الكل خاطر عدينا شويه كهو عندك شين يوتيوب يلقاوهم في شين يوتيوب رؤي الجسمي. اوكي ننصحكم مشيو شوفوا رؤي ابار لي 3 كليب هذوما. بالحق اللي عجبني فيها رؤي هو ال برون سون طون باش تعمل كليب زمني محليه مع ماشي مع الاغنيات ومع هذاك من قبل كانت تعمل دي بتيز اكستري هكا تسمى حمنا. انا ان توكا بالحق نعاود نقول لك ميرسي بوكو اي بور موا tu es une des plus belles voix de la Tunisie. عايشك. Je sais que tu le fais هكا par c'est beaucoup plus un hobby que هكا professionnel. اما الحقيقه انا pour moi les producteurs تابعوني اما نسمعوا صوت رؤية وتذكروني. هيا باش خليك تقول لي تبعني هكا محلاها خاطر احنا باش نستناو شويه ونرجع بعد خاطر مازالت الروسيت. تبعني. سوستانا حضرتك انت كيفاش تعمل مقرونه؟ تعرف طيب مقرونه ولا؟ نعرف علاقتك بالكوزينه كما انا بالضبط علاقتي بالزيمبابوي معناتها هذايا واضح. اما كمان مقرونه تعرف تعمل؟ نورمالمون نصمت المقرونه وحدها. نصمت المقرونه وحدها. وبعديك نعمل الصوص. المقرونه تصمتها في الماء. اي في الماء. ايه جوستومون المبكبكه وعلاش سميوها مبكبكه؟ خاطر المقرونه ما تبكبكش في الماء تبكبك في الصوص. وهذاك علاش باش نطيبوها ديريكت في الصوص هكا تصير في ليبيا. دونك المقرونه حط نكملوهم هذوكم. زيدني شويه مقرونه. ليه؟ هكا فهمنا مش كل. سي بون. زيد شويه. زيد كل. فوالا. اون فيت بزيز. كان لاحظت نطيب بزيد خاطر عندي مجرب هنا جماعة وينكوم دايوغ جو ريميرسي ليكيب دو وينكوم فرانشمون معناتها صافي اكزاكتومون 12 سنة كو جو تورن دون دي تيلي في لي ريزو سوسيو سي لا بروميير فوا كو جي افير ا اون ايكيب هاكا دونك ميرسي بوكو سيد مخرج حسام وسيد مخرج امير وسيد مخرج نيكو وعلى روسهم واجدي تحسيلو حسيت روحي كي مش نعمل كان ناقص كان نرشق توا ميرسي بوكو الولاد باسكو تعبتكم برشا معايا فوالا دونك خويا محليهم وناس مليحه ما في امور ماكله ولا به ياسر سهله الحكايه توا مقرونه باش تطيب في عقلها باش تبكبك في الصوص اوكي باش نرجعها تبكبك في الصوص تبكبك في الصوص وروسيت وفات نرجعوا لها بعد ما تبكبك في الصوص سي بون اون لا بوز ونسكروا حلقتنا اوكي شنو جو قروي؟ قروي حافلة في رمضان. اوكي بيان سور ليلة 27 عندكم ليلة 27 وعندكم في مولد خويا تربخ على الاخر في قروي. على الاخر. نحب اتخافيغ توا نسلم على جماعة قروي الكل من اعز البلايص مشيت لهم وجيت بوكو دو بون سوفنير قديك وبرشا ماكلات بنين. أبار اللي تعرفوهم الكل مقروض وكفتيجي أما فما برشا برشا حاجات يراوك زيما كعبة مقروض زيما هاي أنا نرجع لكم شوية آخر وقت اللي تحضر كل شيء بربي بربي خرج لي كعبة تبعني بصوتك اللي محليها على الأخر خليك عندك تبعني بصوتك البيه تبعني هاي المبكبك بين فيها بنينه شايف
بينا وسكت. الريحة تحكي وحدها ديجا. دونك اون فا دريسي المباكبكا. الوغ شوف المباكبكا اللي في ليبيا يحبوها عايمه شويه في الماء، انا جو بريفير نخليها تشرب ماكسيموم تاع الماء تولي تشبع اكثر المقرونه بتاعنا. اما شفتها كمان معناتها مبلوله على مقرونه. بيان سور رؤي ما نجمش ما نحطش حاجة، نكملها بشوية مغنوس. مش تشاهي بابي ولا بينا ديجا على الاخر. رؤي اش قولك؟ بينا ديجا. اسمع جيس نسكر الحلقة ونهبطوا عليها. انا حبيت نقول لك ميرسي بوكو فينالمون ريتك، وفينالمون حطيت وجهها الصوت اللي مشايخنا عنده 3 سنين. وانا ننصحكم انكور اون فوا امشيو للشين يوتيوب اللي هي رؤي كاسمي، اسمعوا تمتعوا عينيكم تتمتعوا وذنيكم يتمتعوا. ميرسي بوكو. كهو انا ما بقالي كان لحظه باركه جوست عندي قضيه. هيا شايف مش كان انت مدللنا بالمباكبكا، حتى احنا زاده قرينا لك حسابك. اسمع ميرسي بوكو مقروض من القروي جبتو معايا ديجا ونجاء يعيش. ميرسي ميرسي. دونك هذايا سي لو مارياج تونيزو ليبيان. هام خوت ياك هذا الديسير. هذايا تعرف شنو نسميوها؟ هذايا بنين هلبة 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 برشا برشا نورمال برشا برشا. ميرسي بوكو عايشك. تعرف شنو نعملوا حاجة باش نعطيك أنت الذوق؟ تبعني تو تاكل ماكلة بنينة ماكلة بنينة، تبعني تو تاكل ماكلة بنينة ماكلة بنينة. دنيا تفنوا كيف عايشة بنينة وعايشة بنينة.